السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. معي أنا هاني العنزي في حلقة جديدة من بروفايلك. اسمحوا لي في البداية أرحب بالضيوف. الضيف الأول الدكتور والطبيب النفسي الدكتور فهد المنصور، حياك الله دكتور. يا أهلا وسهلا، حياك الله. صباح الخير لك والمشاهدين الكرام، مشرفنا والله بوجودكم، مشتاقين لك. الله يبارك فيك. وأيضا معي نجم برامج الواقع ومقدم صباح حياتك الأستاذ فوز الحارثي، حياك الله فوز. يا هلا والله، فجأتني، توقعت أنك أنت بتقدم إبراهيم من أيدي، لأنه فعلا هو نجم برامج الواقع. وأنت أيضا يا الله يسعدك، أنت صاحب رقم قياسي برامج الواقع. يسعدك ربي. وأيضا نجم برنامج التصوير الثلاثة الممثل علي الغامدي، حياك الله علي. الله يحييك ويبقيك وأسعد الله صباحكم بكل خير، أنت وفزاع ودكتور فهد، وحشتونا زمان عنكم، عاد الثقل الكبير ما شاء الله هذا اجتمع في حلقة واحدة. الله يعزك إن شاء الله. الله يبارك فيكم فزاع. واسمحوا لي ايضا ارحب بالمنشد عبيد المشحني، حياك الله. مشحن عبيد المشحن، يا عبيد المشحن من حايل. الله الله، عبيد حياك الله. هلا بك، حياك الله اخوي هاني، تشرفت بظهوري بقناه بدايه بهالمنبر الاعلامي الناجح، وان شاء الله ان نكون عند حسن الظن. الله يحييك. الله يجزيك. اسمحوا لي بدايه بعد ما ارحب فيكم ابدا مع المنشد عبيد، حياك الله. ابقاك الله. طبعا. اعمالك جميله وموجوده في الساحه وفي اليوتيوب بكثره، ومنها العمل اللي دخل فيه اسماعيل النصار في تدشينه او في دخوله. لا، في دخوله، اللي هو شيله تدبك ولعبها دبكه، من كلمات الشاعر عادل الدحام. من كلمات الشاعر عادل؟ عادل الدحام ونادائي. وهي من ادائك في اليوتيوب. الله 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 يحييك يا حبيبي، ونشكرك اصلا في البدايه انه اتحت لنا هالفرصه، وايضا نشكرك انك سمحت لنا ايضا بعرض هالمقطع. نشكركم انتم اللي عرضتوا، الله يجزاكم خير يا غالي. الله يعطيك العافيه بعد راسي، وشكرا لك. طبعا للتنويه بس انه المقطع من حسن ادبك اصلا وفضلك انك دخلت معنا اليوم. المقطع عرضه اسماعيل دون الرجوع للمنشد، واليوم منشد معنا عشان يوضح انه ما عنده مانع في عرض هالمقطع، وشكرا لك يا حبيبي. عفوا لك حبيبي. الله يعطيك العافيه. بسمع منك اول شيء كلمه عن متابعتك للقناه، كيف عرفت عن المقطع انه دخل؟ والله وقتها كنت طالع من الدوام انا، ولا دريت بشيء، يعني كلموني الناس والسناب انها عرضت يعني على بدايه، فبعدها يعني عرضت على قناه اليوتيوب. طبعا عرضت بدون حقوق، وبالعكس هذه فائده لي، وتواصلت يعني انا مع القناه بحل ودي الحمد لله. الله يعطيك العافيه وشكرا لك يا بعد راسي. طبعا هذا يا علي التدشين حق اسماعيل الله يعطيه العافيه اللي الجميع علم عنه، هذه اولى ثمراتها الجميله. ما يحتاج يعني، اسماعيل الله يعطيه العافيه دخل دخول جميل، دخل بشيلة الأخ والمنشد عبيد، وما يحتاج. إسماعيل مميز وعبيد مميز في الصوت والأداء، ويستاهل، وشاكرين لحضوره وتواجد الليلة، توضيح كل شيء جميل منه. جميل. وإسماعيل الله يعطيه العافية. الله يعطيه العافية. الله يعطيه العافية. طيب يعطيك العافية إسماعيل، اسمحوا لنا في البداية نطلع أول تقرير للجوهرة الذهبية والماسية وحديث الشاب حولها، نشوف التقرير ونرجع نعلق عليه. والله الشعور واحد حس بإنجاز، وحس فعلا في ناس وراه قاعدة يعني تدعمه واقفة معه في الصغيرة قبل الكبير. والله شوف، ما أقول إني ضامن، لكني كنت متأكد إن فيه جمهور والله ما بيقصر، وعلى رأسهم أول شيء أمي وأبوي جايين يفترجوهم، أكيد دعواتهم وكذا، فاللهم لك الحمد. بيض الله وجيههم وعلى رأسي، وجايين يفداهم واحد واحد. وعلى لافيو اقسم بالله، والله العظيم من احيان يعجز اللسان والذا، لكن يمكن شافوا فرحتي في الموقف نفسه، باذن الله اني راح اقدم اكثر، وباقي عندي عملين ان شاء الله، في واحد ان شاء الله اوكي، لكن الثاني باقي نشوف وضعه، وباقي عندي البصمه من غير المبادرات اللي في الريلتي والوضع الطبيعي اللي نعيشه في الريلتي اللي نوصل من خلاله الرسائل، وان شاء الله نتواصل. اول شيء الله يبارك فيك ان شاء الله. شعور جميل وشعور جدا لا يوصف، والحمد لله حمدا كثيرا. جمهور منحني هالثقة، ونحمد رب العالمين على هالثقة، وإن شاء الله أني أقدم شيء، مع أني ما أتوقع أني أوفيهم يعني، ولا أقدر يعني على رد الجميل اللي قاعد يسوونه معي. شكرا بحجم السماء، منحتوني الثقة هذه، والله العظيم أنا أعتبره شيء يقدم لي عشان أقدم شيء أنا يقدم لك. ان شاء الله على الشيء اللي قدمته لي اني اقدم لك شيء يقدم لك، يعني ان شاء الله اني رد الجميل ان شاء الله. يعطيك العافيه علي، توجه تفضل قل لهم عادي على الهواء. الله لا يوفقك. علي عادي
الله لا يعطيك، انا حرص عليهم. حرص عليهم تقول لهم ايش؟ ادخل جواركم بث. الله يعطيك العافيه. استعدوا للبث. انت هاني، انت مو مقدم، انت مجحفل. الله يعطيك العافيه. مجحفل؟ الله يعطيك العافيه. طيب خلني اجحفلك. اسماعيل النصار يبغاك يا علي في الكمشر. يا مرحبا يا مرحبا. حياك الله اسماعيل. الله يحييك يا اهلا وسهلا. كيف الحال؟ حياك الله اخوي علي، كيف حالك؟ يا مرحبا وسهلا، حياك الله. اصبح عليك بالخير وعلى اخوي هاني وعلى الدكتور فهد اخوي فزاع وعلى مبدعنا المميز عبيد المشحن. الله يسعدك. عبيد معده معنا لضيق الوقت، غادر المكان الان، لكن احنا نشكره على حسن يعني تعامله معنا. اشكر ونشكرك على الدخول المتميز اللي مو بس الناس عرفوا فيه، يعني حتى حقوق الملكيه الفكريه عرفت فيه، ما شاء الله دخول رائع جدا يا اسماعيل. والله يشرفني وجود استاذ عبيد المشحن بينكم، وابد الشيء لو ما هي مميزه كما دخلت عليها. والله يعطيه الف عافيه. ليش ما استاذنت منه؟ نعم، ليش ما استاذنت منه؟ شوف انا اشرح لك الموضوع كيف كان. انا دخلت، المفروض دخولي كان الساعه 8:15، لما دخلنا جايب معي دبكه وجايب معي اللهم صل على محمد شيله ثانيه، رفض ادخل فيها عشان الايقاع فيها عالي جدا. فصرنا باليوتيوب انا وفريق الدعم ندور على الشيلات، ما الشيلات، اعطوني شيله، اعطيها استاذ سامي الجعوني، قال خلاص ادخل عليها مباشره، الفرقه ارتاحوا لها. ما شفت من العجله والسرعه ما شفنا اسم المنشد ولا الكلمات ولا هذه. انت توقعت انها وقف لله تعالى صح الشيله؟ توقعت ان الشيله وقف، او توقعت انها بدون منشد كذا؟ لا انا ما انتبهت، والاعداد نفسهم ما نبهوني، يعني الخطا مش تام على اسماعيل برضه. المفروض ان الاعداد بلغني لاني انا اول مره ادخل بشيله يعني. صح. الفجر اتصل علي استاذ سامي الجعوني قال لي اسماعيل الشيله باسم مين؟ قلت له والله ما مر علي الاسم. دقيقه، كيف اتصل عليك؟ يعني قصده ان الطلب من الاعداد يكلمه. الاعداد رحت عند الاعداد يا قافط انت. لا بس انا نبغى نوضح الخبايح حفظك الله. الله يسلمك. اسلم يا اسماعيل، تفضل. ايوه قال لي تعرف اسم الشيله والشيله؟ قلت والله مر علي لكن الاسم بالضبط ما مر. اللهم صل على محمد. الاسم بالضبط ما يحضرنا الحين. قال لي خلاص ما عندك مشكله، انا اعالج الموضوع. لما لقيته مره ثانيه قال لي بس احنا المفروض انه كتبنا اسم المنشد، او انتك شكرت المنشد اللي شال الشيله على الهواء. قلت له صلى الله، انا عالجت الموضوع امور طيبه. امور طيبه الحمد لله. ما زلت مقتنع يا اسماعيل ان دخولك جميل جدا؟ اكيد بالشيله اجمل دخول، جميل ما جداً. يحتاج. الله يسلمك. اللهم لك. عندك كلام ثاني؟ اي والله عندي كلام كثير. الحمد لله ان كنا مع المنشد عبيد، وجزاه الله خير انه شارك معنا ودخل معنا وسمح لك. ولا لو واحد ثاني رفع عليه القضيه وقال حقوق ملكيتي بسيطه ترى. الله يعطي العافيه، ما قصر اخوي عبيد. فهذا هذا التعليق. نعم شكرا لك. يعطيك العافيه. عندك تعليق مع اسماعيل؟ أبدا. أنا أقول هو أتوقع أن يمزح، لأن هذا الخطأ يعني أول شيء. هاني نشكرك أنك عالجت الموقف، كنت من المساهمين عالج الموقف. هو مداري أن الموقف أكبر مما يتخيل، حقوق وشكاوي وجرائم إلكترونية، شغلة طويلة عريضة في حقوق ملكية. صح. فالمفروض يا أخوي إسماعيل لا تأخذ الموضوع بالبرود ذا، هي مواقف تتعلم منها كل شيء. اللي صار الآن صار فعلا صار خطأ كبير جدا مو بسهل. صار وهذا صار جد صار. يعني شيء جميل من المنشد أنه تعاون معنا. تدري لو ما تعاون معنا ترى بيلحق ضرر اسماعيل. الله يعطيه العافيه اخوي عبيد، تفهم الموضوع وتعاون معنا والله يعطيه العافيه. وهذا درس لك ان شاء الله ما تستخدم. درس للمستقبل. اي نعم الله يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك حبيبي، حياك. شكرا دكتور، يعطيك العافيه يا اسماعيل وشكرا لك. الدكتور احيانا المتسابقين زي ما تقول في ضغط البرنامج فيعد الفقره او كذا عند الباب مثلا، يصير في تغيير بسيط او كذا. طبعا هو تفاجأ ان القناه ما فيها موسيقى قبل لا يدخل، او ما فيها ايقاعات، فتفاجأ فراح اغيرها للشيله هذه. هذه الاشياء تاثر. إيه يعني 37 يوم هذه وش كم شارك؟ ما ادري ما ادري علي تحال ما علينا. شاهد انه الموقف مثل هذا لو فعلا صارت في قضيه وصار في اشكاليه وصار في كذا، تبعاتها نفسيا على المتسابق وعلى بقيه المتسابقين بشكل عام، انه مثلا انت غلط من اغلاطك حمل القناه مشاكل او كذا. طبعا الاعلام حقيقه يعني خلينا نقول سيف ذو حدين، يعني اذا ما تعاملت معه بالشكل المناسب لربما يعني ادخلك في مشاكل حتى قانونيه احيانا. ما صار ربما يعني انا اقول قله خبره المتسابق لها دور في عدم تفهمه لما يسمى الحقوق الفكريه للمنشدين او غيرهم. اعتقد الاخوان والحكماء في القناه قادرين على حل هذه المشكله، وايضا حتى هو يتكلم الان هو انه يعني معترف بخطأ وانه اخطا في موضوع بطء التحضير او نحضر شيلة معينة فلم يتم الموافقة عليها فأضاف. بالعكس هذه المواقف أنا أعتقد بوجود المحامي عبد الله الجيبان، أعتقد وجودك طبعا هاني تكون فرصة لشرح مثل هذه الأمور الفنية القانونية لدى المشاركين حتى يتنبهوا لها مستقبلا، حتى لا يقعوا في أخطاء
ربما تؤدي بهم الى المطالبات والحقوق القانونيه. اسماعيل طبعا انا من ما اقول من حسن حظي او من سوء حظي اني اليوم اللي دخلت فيه قناه بدايه او الاسبوع اللي دخلت فيه قناه بدايه هو خرج من اول خارجين البرنامج. يعني تعتقد انك احد الاسباب مساهمه في خروجه؟ انا اقول من سوء حظي لكنه ما توفقت اني انا اشاهده على من قرب او اتواصل معه من خلال على اساس نتكلم على مدى يعني ما يحمله من، لكنه اكيد انه ما دام انه اصلا من المتسابقين في هذا البرنامج اكيد انه خضع لمقياس كبير من قبل المعدين، وان شاء الله باذن الله انه تكون يعني فرصه. انا رجعته للقريه من جديد، رجعته انها تكون يعني اضافه جميله، خاصه انه الان بين الشباب بدون ضغط، فبالتالي صحيح. يقدم افضل ما لديه. جميل. في الايام الماضيه كان في ملتقى ائمه الحرم وكان في المنطقه الغربيه، وتم تكريم قناة بداية لمساهمتها في إكمال الأوقاف ومساهمتها في حماية الشباب في جانب الأمن الفكري. معي للتعليق على هذا الموضوع الشيخ عبد العزيز العريفي أبو محمد مالك قناة بداية. حياك الله أبو محمد. ألو. حياك الله. هلا أخونا هاني. حياك الله أبو محمد. الله يحييك. أبو محمد، نبغاك تعطينا إيش قصة الجائزة اللي حصلت عليها قناة بداية مؤخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بداية كرمت من قبل الشيخ السديس وأئمة الحرمين على أساس مساهمتها في إبعاد الشباب عن الانحراف الفكري ومساهمتها في استكمال أوقات القرآن الكريم، وهذا تكريم دل على شيء، دل على منهج بداية السليم للجلسة تمشي عليه بشكل جيد. جميل. والحمد لله أنه تم التكريم هذا، وهذا فضل الله ثم جهود الجميع في قناة بداية. جميل جدا، أشكرك يا أبو محمد على صور التكريم واضحة، هذا الاستلام الجائزة منك من الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم. نعم. والصورة لك أيضا موجودة. أبو محمد، إيش الكلمة اللي توجهها لجمهور القناة المساهم معنا في هالنجاحات؟ يعني ترى الصوت بعيد جدا ما أسمعك كويس. أقول أبو محمد، وإيش الكلمة اللي توجهها لجمهور القناة اللي ساهم معنا في هالنجاحات؟ أقول لهم أنتم رقم واحد وأنتم لكم الفضل علينا. الله يعطيك العافية أبو محمد. أستاذ فواز. أوجه شكر أبو محمد، مساك الله بالخير. يا هلا مساء النور، يا مرحبا، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك لنا جميعا، حنا وجمهورنا طبعا. الله يعطيك العافية، حقيقة السنة هذه إنجازات يعني كبيرة جدا، وهذه تتوج يعني بالذات في السنتين الأخيرة اللي هو التركيز في العمل والإبداع، وظهرت جليا في كثير من الأمور. أبارك لك. واليوم كنت في اجتماع مع الحملة الوطنية للإغاثة. نعم. تبع مركز الملك سلمان، فيثنون كثير أيضا على عمل القناة ولا يستغربون هالإبداع بالطاقم الموجود اللي أنت موجود على رأسي أبو محمد. الحمد لله، إحنا تعرف هدفنا خدمة المجتمع وخدمة الوطن، فبالتالي الرؤية واضحة عندنا، والحمد لله الجميع يسعى لذلك في قناة بداية، فبالتالي نتمنى إن شاء الله أن نحقق أهداف المرجوة مننا بمشيئة الله. أبو محمد، معك الدكتور فهد المنصور. أعطيني إياه. حياك الله شيخ عبد العزيز. يا مرحبا ومسهلا دكتور. أول يا هلا والله. اولا الف مبروك الحصد الكبير للجوائز هذه السنه. الله يبارك اكبر فيك. اكبر أولا. اكبر جائزه حصدتوها حقيقه هي جائزه قلوب ومحبه جماهير بدايه، مليار مشاهده. الحمد. مليار مشاهده لقناه اليوتيوب، يعني هذا الرقم الخرافي، انا اقول خرافي حقيقه في برامج التلفزيونيه مثل هذه القناه اللي تمثلنا حقيقه، تمثل البيت السعودي المحافظ، ووصلت إلى أرجاء الوطن العربي الكبير بفعل جهودكم وجهود العاملين والقائمين على القناة التي جمعت ما بين الفائدة وأيضا ما بين المتعة، فهنيئا لكم من القلب. الله يجزاك خير طول عمرك، وأشكرك على التفسير الواضح لنهجنا، وحقيقة أن احنا نسعى أن نخدم الجمهور ونسعده، وبنفس الوقت نخدم كل المبادرات اللي تهم الوطن. أبو محمد، معك علي الغامدي. علي، أعطيني. صباحك الله بخير محمد. هلا صباح النور يا ألف مبروك يا أبو محمد، وألف مبروك لي أنا لأني أنا أحد أبناء هالقناة ومن تربع على هالقناة ومن تواجد فيها. ألف مبروك للجمهور، ألف مبروك لكل قلب كان متواجد معنا وكان واقف مع القناة وخلف القناة. مثل هالأشياء ومثل هالاحتفالات أبو محمد، هذه نفخر فيها، وهذه اللي تخلي الواحد فعلا يعمل ويجتهد ويتواجد
وعلى رأس الهرم أبو محمد الشيخ عبد العزيز العريفي في تواده وحضوره مع القناة ودعمه للشباب ودعمه لهالقناة. الله يبيض وجهك وتستاهل أكثر ومن تقدم لتقدم يا أبو محمد. الله يطول عمركم على جهود الجميع. شكرا لكم. يعطيك العافية وشاكر لك. كم مع الهاتف الشيخ عبد العزيز العريفي مالك قناة بداية للحديث حول جائزة قناة بداية في ملتقى أئمة الحرمين وتكريمها لأنها من القنوات التي حمت الشباب في جانب الأمن الفكري، وأيضا شكر لها لسعيها في إكمال الأوقاف للقرآن الكريم. أبو فزاع، التكريم كان في جامع إمام الدعوة، هالجامع يعني يشرف عليه الشيخ عبد الرحمن السديس وأخوه الشيخ إبراهيم السديس. طبعا الجامع موجود في مكة في العوالي. داخل الجامع في أكاديمية تعليمية تقدم دورات تدريبية مدتها 3 شهور للعرب وغير العرب، فيها مناهج التفسير والعقيدة والقرآن وأيضا المواريث. فلا يستغرب من هاك الصرح الشرعي الصرح الأكاديمي إنها تكرم من قناة بداية وتكرم على يد إمام الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس وأيضا رئيس الحرمين بشكل عام. رئيس الحرمين. أنا أقول مثل هالتكريم اللي كل فترة نحتفل فيه ونحتفل بتواجد في قناة بداية يدل على حضور تواجد قناة بداية وتواجده في بيت كل شخص سعودي، تواجده في بيت كل شخص عربي، تأثير على المجتمع، تواجده بين الشباب، تأثير على الشباب والمجتمع والأباء والأمهات على أيضا أخواتنا أيضا في البيوت. هذا يدل على تواجدها وقوتها وحضورها وإبداعها. وأيضا يدل علي أنه إذا كانت تكريم من مؤسسات المجتمع الرسمية مثل المؤسسات اللي كانت تشارك معنا في كل فترات مركز الحوار الوطني والجمارك والآن الحرمين الشريفين، هذا يدل على سلامة المنهج وشيء يفخر فيه الجمهور. دكتور صحيح، عندما يعني يكون التكريم من جهات يعني خلينا نقول مؤسسات مدنية، مؤسسات المجتمع المدنية بممثلة بما ذكرتهم وغيرهم من المؤسسات أيضا الغير ربحية، الجمعيات الخيرية وغيرها، بالإضافة إلى الجانب الآخر وهو الأهم بحقيقة، يعني هو موضوع يعني كسب قلوب مشاهدي بقناة بداية. هذه المشاهدين يعني خلينا نقول هذه الشريحة الكبيرة اللي تمثلنا تمثل مجتمعاتنا المحافظة، فأعتقد أنه محبتها الجمهور هي أكبر جائزة اعتقد يعني يستحقها يعني القائمون على القناه. بارك الله في جهده. السلام عليكم. ورحمه الله. حياكم الله العظيم. الفرحه لياتنا ما خلتنا نصبر. يا مرحبا. اسمحوا لي ابتدي. فواز انا مريت مساعة والله العظيم وما طلعنا طلعتك هنا. الله يبشرك بالخير يا ربي. السلام ورحمه الله. انت بخار للجميع. الاخبار هذه متبشر فيها كل يا ربي. يحفظك والله ما تقصر ما تقصر والله. اقسم بالله نحبك في الله. والله العظيم حبي لك يزيدك يوم عن يوم. نقول هذه محبه الله لك. يا بعد قلبك يا بعد قلبك. ابيض الله وجهك ما تقصر. تحيات لاهلك ولنسلك بعد. الله يسعدك. الله يبارك فيك حبيبي. وجهك يبارك فيك. احنا جينا بنجي الكمبوش الروم الا ما تعبر عن مشاعري والله. وانت الكمبوش الروم يعبر يمكن عن مشاعري انا الحالي، لكن الجايه هنا تعبر عن فرحه حتى امي اللي بالبيت. اي والله انك فرحت وقلت ابوي قلت نجي فاستاهلوا كل خير. تعال يا ولي. تعال احمد اشكر وادعو. اول شيء اشكر الله وادعو الفاعل الخير اللي ساهم ويا بالدعاء. تعال يا شباب. ان شاء الله. طيب مخرجنا العزيز عطني الشباب هنا وعطني باخذ كلمه احمد سعود تعليقك على اللي حصل اليوم. في اول شيء مبارك لك ومبارك للشباب كلهم اكمال الوقف، والف الف مبروك اللي صار. ويمكن نخصك انت وليد حكم انكم انتم شاركتوا وشفتوا كل شيء بعينكم. احنا جزء من الشباب تشرفنا بهذا الشرف وكلنا نكمل بعض. جميل. احمد وش تعليقك على اللي صار وتشكر احد معين ولا ما يهتم؟ اول شيء اقول الشكر لله سبحانه وتعالى اولا. أيوة. ثم الشكر لقناه بدايه اللي هي داعمه للشباب وداعمه للاعمال الخيريه، والدليل على ذلك الحفل التكريم اللي صار امس، وهذه شهاده يعتزون فيها ونعتز فيها كلنا نحن ابناء هذه القناه. والشكر موصول لاخوي ابو فزاع. بيض الله وجهك والله العظيم ما تقصر. اقسم بالله الفرحه احنا موصلين خير ولا ما سوينا شيء. الله يجزاه خير. انت بشرتني في المسجد وبشرتني في البير وبشرتني في الاوقاف او تبرعات الياتني، وانختمت اليوم في هالخبر هذه. يعني فرحه ما بعدها فرحه والله العظيم. وهي مو بس فرحتي، فرحه الشباب وياي. شباب كلهم. انا اقول اول شيء اشكر الشباب الصراحه، مو
ترى حتى عشان ما يفهم خطأ، 500,000 الثانية هي تعتبر عن أمهات الشباب اللي موجودين وآبائهم والكل يعني. لكن أقول يعني هم كان الاختيار، أنا ذكرت يعني هم اختاروا قالوا نختار الشخصيات اللي بعض الناس يقول هم مو مثاليين، بعض الشباب طبعهم هادي مثل المجموعة الجميلة هذه طبعهم هادي يعني ما يحبون على قولهم هم هذه شخصياتهم، فحتى ما يحبون الاحتكاكات والمشاكل. هذا تتويج ان رسالتكم وصلت عند الناس وناس كثير يحبونكم والشباب الاخرين لهم جمهورهم الكبير ايضا. فنقول الشكر لله سبحانه وتعالى. صحيح. ثم الشكر لهالقناه الجميله، ترى جمالنا توجته هالقناه. صحيح. يعني صراحه يمكن جربت ظهور في بعض القنوات وفي بعض المنابر، لكن هنا على قناه بدايه كان الظهور ابرز لعده اسباب، يكون الجمهور ايضا متابع احد هالاسباب. طيب انا باخذ تعليق الدكتور، الدكتور فهد اليوم اكتمل وقف اللهم لك الحمد وجاء تبرع بقرابه 500,000 ريال، جزء منها لاحمد جزء منها للشباب. لا مليون يا هذا. مليون؟ مليون مليون ريال. كان 500,000 لاحمد، 450 لاحمد و50 للشباب و500 للمسلمين عموما، للمسلمين حتى والدتك وانت وانا وكلنا. اللهم لك الحمد. طبعا الفرحة يعني كبيرة صراحة، حتى اللي يعجز اللسان انه يعبر عنها مثل هذه الأشياء اللي نفخر فيها حقيقة في قناة بداية. هذه اللي نطلبها من الإخوان الشباب الموجودين، انهم يكون في يوم من الأيام له بصمة في دنياه وفي آخرته أيضا، مثل هذه البصمة اللي شاركتوا كلكم بمقدميكم بشبابكم، قدمتوا هذا الوقف ووصلتوا للرقم المطلوب، حق فخر وشيء يسعد القلب يعني ويشرح الخاطر. بس كلمة ذكرت للشباب الهادين، أنا فاقد سرور بما أنكم ذكرتوا الشباب الهادي، فسرور طبعا من أكثر الشباب هدوءا، وما لا طبعا قصور بباقي الشباب النخبة وكلكم. كل ما شفت صراحة من الشباب أقول هذا هو بطل الموسم، هذا هو المميز، كلكم مميزين. دكتور الكلام له انعكاس إيجابي في الجانب النفسي أكيد. الهم اللي كان شاغل الشباب كلهم في موضوع الوقف اليوم الحمد لله اكتمل، ويمكن الشباب يبحثون عن هدف آخر الآن. وايضا هذا الستور يستاهل ستور التحيه. طيب فهذا ان شاء الله له اثر نفسي على الشباب. نعم بالتاكيد. اول الامر انه فيه ان شاء الله، اول شيء قبل الامر النفسي، ان الله يطرح البركه في هذا الوقف، انه يكون له يعني رد فعل في وقف البركه، في وقف البركه يعني رده فعله تكون جميله على نفسيات الشباب وريحيتهم. الامر الاخر انه كان يقول لك كان هم وحمل كبير على اكتوف الشباب، وهدف وهدف وصلوا له الحمد لله من خلال اليوم هذا، وصلوا لوصولهم للرقم هذا. اعتقد الان الدور انه للشباب انهم ايضا يكملون المسيره، مسيره اعطاء الفائده، اعطاء قيمه لوجود كل شخص من الموجودين الان. كل واحد منهم يحمل قيمه، لابد ان يبدا الان خاصه في المراحل الاخيره، ما بقى الا عده ايام او اسابيع بسيطه انه ينتهي البرنامج. حاول كل واحد منكم، أنا اليوم استمعت بأقول لك يعني يعني استمتاع وبجمال لتقليد أئمة الحرم وأذين الحرم من أحمد وسعد، يعني أبدعوا حقيقة أبدعوا. فهذه هي اللحظات وهذه المقاطع اللي توجد في اليوتيوب ستكون لك خلنا نقول يعني تراكمات، أو يعني خلنا نقول مكتبة تلفزيونية ما تعبت في تسجيلها ولا تعبت في القناة هي قدمتها لك. فحاول من خلال الباقي من الأيام برنامج أنه تقدم شيء ذو قيمة يبقى لك على الزمن. الأحداث العادية اليومية بتمر، كلنا بنمزح كلنا بننبسط كلنا بنتكلم بسوالف وقصص، لكن الأشياء اللي تبقى هي ذات القيمة، هي ذات القيمة اللي المتسابق الآن إن شاء الله. والشاب ذولا من أكثر الناس اللي يقدمون فيها هم زملائهم. علي خريج برنامج واقع، مسيرة إكمال وقف تنتهي بانتهاء البرنامج، ولا مطلوب منكم إن شاء الله بكرة دعم مؤسسات المجتمع المدني الرسمية اللي معتمدة في الدولة بالحسابات الرسمية؟ أول شيء ألف مبروك للشباب عموما وهالمجموعة الهادية الجميلة، ما جانا ما شاء الله فئة جميلة ونخبة من الشباب، ألف مبروك هالنجاح وهالتأثير وهالحضور. مثل هالأشياء اللي اكتملت قبل نهاية البرنامج هي مسؤولية بعد البرنامج، في حساباتك في تواجدك في حضورك. كل ما كنت مؤثر، كل ما كنت داعم لمؤسسات المجتمع، كل ما كان الإقبال عليك وتواجدك وحضورك في المجتمع وفي الساحة الإعلامية أكثر وأقوى. مثل هالنجاحات اللي تحقق قناة بداية على أيدي الشباب وبتعبهم مجهودهم، ما هي إلا فخر ووسام على صدر كل متسابق يفتخر فيها انه اكمل وقف تواجد، انه شخص تبرع ب 500,000 عن نيه المسلمين كلهم، وعن نيتي انا وعن نيه اباء المسلمين وعن نيه الشباب. فهذا فخر للشباب وتواجد وحضور وجمال جدا. طيب. انا اقول شكرا لكم لل 73 يوم الماضي جميله جدا. قال الدكتور وجه انه ما بقي الا قرابه 17 يوم او اقل تواجد، احضر، هي فيديوهات ستقص لك جميله جدا للذكرى، اجعل فيها خير ويشفع لك باذن الله. جميل. انا اسمحوا لي عددكم كبيره، باخذ تعليق الاوسط والاوسط. جيد. عبد العزيز بن سعيد ووليد الشمري. جميل. عشان ننتقل. سامي عبد العزيز.
أول شيء الله يبيض وجهك أبو فزاع، والله الخبر ذا اليوم إنه سرني سرني يعني بشكل قسم بالله إني يعني ما أقدر أوصف شد الله. فالله يبيض وجه اللي تبرع ويكتب أجره ويرحمه ويرحم والدي والدي ويجعلها في موازين حسناته. وشكر برضو خاص البروفايلك إنكم أول مرة وصلتوني وقلتوا إيش إنه جاء بير على نيتي ونية والدي وأهلي والجمهور. فوالله الذي لا إله إلا هو، وكم تبرع جعل نيتي في وقف البركة، يعني لو ما أطلع بالبرنامج هذا إلا بالشيء هذا لأنه بيبقى لي في الآخرة الجائزة لو جتني بتروح بعد البرنامج بسنة ولا بخمسة شهور ولا بسنتين، لكن هذه الأوقات مستمرة بتبقى لك في الدنيا والآخرة. ألف شكر. الله يبيض وجهه. وليد، أنا كنت أقول للشباب قبل شوي أن يمكن يجينا بالبرنامج تغريدات كويسة، يجينا دعم في الجواهر، هذه كلها أشياء أنت ما تضمنها هل هي شخص وليد فعلا ولا لا، لأن يمكن يدخل فيها أشياء أخرى. لكن وقف يتبرع فيها شخص بعشرين ألف ولا توصل إلى مليون مثل اليوم وينكتب تحت فاعل خير، بس هذا وش المقصد فيه؟ دليل أنك أنا أحيانا تمر علي فترات بالبرنامج يقول هل أدائي كويس، هل أنا أدائي ضعيف، ماني عارف شو أقدم، بس يوم يجيك دعم من فاعل خير بنيتك دليل انك انت قدمت شيء، يعني هو يدعمني داخل البرنامج، وصلت رسالتك كلها، دليل اني قدمت شيء بالبرنامج بنفس الوقت هو رد للتقديم هذا للاخر. الله يعطيك العافيه يا شباب. شكرا يا سعد الدوسري، شكرا وليد الشمري، احمد ابغاك، شكرا يا صالح الفرحان، الف شكر، شكرا عبد العزيز بن سعيد، شكرا يا فواز الشمري، الف شكر. انا اسمحوا لي بختم مع احمد، اتوقع في خاطرك تشكر احد. اي والله، اول شيء اشكر هذا الرجل الذي زرع الابتسامه فينا وخصصني بهالابتسامه وهالفرحة اللي فرحت أبوي وأمي وأهلي وديرتي والجمهور وكل اللي نحبهم. أنا أوجه لك شكر وأقول لك والله العظيم لك مني دعوة في كل يوم، ولن أنسى هذه الدعوة إلى أن أموت بإذن الله. وتوقع يا أحمد هذا لسان حال الشاب جميعا، وأيضا أنه الدعوة تكون في كل الصلوات منك، لأن المبلغ اللي دفع مو بسهل. صحيح. وتوقع أنه والدتك ما بتقصر، ولا والدك ولا صحيح. أخوانك ولا أهل البحرين جميعا ولا أهل المتسابقين جميعا. صحيح. وأيضا عقب هذا الخبر، لأنه وصلني خبر أيضا تبرع بخمسين ألف من هذه عن نية أمي، يعني اليوم أنا نص مليون هذه بس تبرعت لله الحمد لله. ألف 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 مبروك، والله شكر لله ثم الشكر لهم. وهذا أحمد، هذا أحمد دليل عمق في الرسالة اللي تقدمونها. الله يسلمك. أنا اسمحوا لي نواصل حديث نحن والشباب ونطلع تقرير تدشين فيصل بن قربة ونرجع لكم بعد التقرير إن شاء الله. لا بد أن نتعب لأجل أن نكسب محتوى، رغم أنه طول إلا أنه نقطة تحول للمركز الأول بإذن الله. أنا أبغى أعرف فيصل متى بدأت معه رحلة الكتابة، متى بدأ في هذه الرحلة؟ لكن بدأت من الصور كشعر، لكن نثر من سنتين وجاي. متى بدأت تحديدا فكرة الكتاب مع فيصل؟ ديوان مجرد قصائد فقط حسب معرفتي، قال هو جاهز في البرنامج ودشنا إذا تقدر. فيصل، أنا حاولت أني أطلع منها قصيدة أنه يعجب فيها، لكن واضح أن ما شاء الله حتى أخوانك متحيرين في أنهم يختارون من قصائدك. لو أني برا ومعي جوال أو شيء كان قدرت أخذ وأعطي وخلص شغلي يمكن في خمسة أيام أو ثلاثة أيام. في خلال هذه الفترة اللي كان فيصل يجهز فيها كيف كان تأثيرها على فيصل في البرنامج؟ ما يتفلسف عليك ولا يعطيك شيء مقدمات، على طول يعطيك من الآخر. تدور الأرض والدنيا وأنا باقي على أوراقي، أعبر زحمة أشواقي وأوصف حسنك الراقي، من الآخر عجز تلقى من العالم شبيه لك، من الآخر. هذه هدية واصلتك من فريق الدعم يا فيصل. عجز تلقى من العالم شبيه لك وأنا باقي على أوراقي. السلام عليكم ورحمة الله من جديد. بعد الدخول الجميل للشباب أخذ تعليق الزملاء عن اللي صاير. أبدأ معك يا دكتور، التكريم اليوم صار أو العمق اللي صار في الرسالة الحافظ القرآن أحمد سعود والشباب المجموعة اللي خلينا نقول المجموعة الأكثر هدوءا في البرنامج، وهل هذا يعطي دلالة أو يعطي صورة جديدة أو صيحة جديدة في برامج الواقع أنه الناس الهادين جالسين يأثرون تأثير قوي، ولا لازم عشان أكون مؤثر أن يكون عندي تنكيت وإنشاد و
هو ليس بالضرورة أن يكون للشخص الهادئ، لكن للشخص الذي يحمل قيمة أكبر وأعمق. جميل. إذا 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 طلبنا الشباب يعني مهما يعني قدموا من قيمة لا تعلو قيمة القرآن، فحافظ القرآن يظل في المقدمة. فلو حطوا الرقم الأكبر كان لأحمد سعود، وحقيقة أحمد سعود ما كان شخص هادئ طول البرنامج، بالعكس كان من أكثر الشخصيات حركة ولكنها مقرونة بالبركة. جميل. فكان كل ما يقدم أو أكثر ما يقدم في البرنامج كان له قيمة عظيمة جدا وله تأثير كبير، والدليل على ذلك الآن ردة الفعل الآن سواء من جمهور قناة بداية أو برنامج حياتك أو حتى جمهور أحمد له تأثير كبير حتى في نفسياتهم. أعتقد الآن أن الكثير من جمهور أحمد سعود يشعر بالفخر كما أنا كذلك. جميل جدا. بما حقق أحمد سعود، بما حققت الرسالة، بالنهاية ينتصر من؟ ينتصر صاحب الرسالة ذات القيمة، ولا هناك أعلى من قيمة القرآن. صاحب الرسالة وليد الشمري هذا أيضا كذلك. وليد الشمري قدم رسالة رائعة جدا في برنامج قدمه في يحكي قصة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والدليل أيضا كذلك أنه قدم رسالة ذات قيمة عالية جدا بشخصية متزنة. كذلك بقية الشباب لا أنقصهم حقوقهم، كل نقدم فيما يملكه من موهبة ومن مهارات ومن شخصية أيضا. جميل. الجميع مبدعون. فيصل بن قربة أبدع وانطلق في مجال الشعر وأرضى الكثيرين من أصحاب أو من ذائقة متذوق الشعر في هذا البرنامج. علي الكلثمي أبدع وربما يعني أمتع أيضا في مشاهده الفكاهية الجميلة. كل قدم في مجاله، فأنا حقيقة أنا شخصيا يعني أشعر بالفخر بوجودي من ضمن هؤلاء الشباب. سرور الروقي ختم يعني إبداعه الأسبوع الماضي بقيادته لي وتنظيمه ويعني حصوله على المنظم في هذا الأسبوع. أعتقد أن الأسبوع هذا كان من أكثر الأسابيع تنظيما، ودليل على حسن شخصية وقيادة وحس قيادي لدى سرور أيضا اعتقدنا فيه أيضا في جلستنا اليوم. لكن أيضا في غيابه يظل صاحب اللمسة وصاحب البصمة حاضرا حتى في غيابه. جميل. أبو فزاع بسألك عن اللي كان في جهتك صالح الفرحان، ونتمنى صالح يكون معي فيكم شروب. جميل. بتكلم عن صالح الفرحان وارجع للشباب. صالح الفرحان او تكلم عن الشباب ولان صالح بيكون معي فيكم. جميل. خليني اتكلم عن احمد سعود. احمد سعود الحركه الصامته، حركي وصامت بدون شوشره، خطوات محسوبه، تخطيط. يعني صراحه اعطى انطباع عن اهل البحرين. بعض الناس ما يعرف اهل البحرين، يعني ممكن كان يجينا ابو حمد تمثيل حسن. نعم، ابو حمد اللي موجود في بيت الحكمه كانت الناس تنظر منها النافذه، لكن احمد سعود اعطانا نظره اشمل وكان خير ممثل. مثل ابو حمد كان خير ممثل لاهل البحرين بدليل اثره، طالع الاثر كان على المستوى العالي اللي وصلنا لمستوى الحكام وايضا على مستوى اللي هو الجماهير. صحيح. فحصل على اكبر نسبه تعاطف من الناس محبه وليس عطف. جميل. و550 ألف تقريبا. طيب صالح الفرحان كان سفير الوقف وقت الاكتمال وسفير الوقف الجديد وقت البدء. هذا من حظه ومن حظ أهله، إنه صار زي ما تقول المفصل بين الوقفين، فحصل هالأجرين بإذن الله. طبعا كل السفراء شركاء، العاملين في القناة كلهم شركاء، المذيعين، الضيوف، المشايخ الموجودين، ناصر الغامدي، الإعداد كلهم شركاء. الشباب الثانيين. طيب بالنسبه للمخرجين اكيد المخرجين. جميل جدا. لا مخرجين الصباح، مخرجين الليل ما له شغل. ليه؟ عطيه وجبل الله دول يخرب ما يدخل عبد الله ما يدخل في النقاش. طيب خذ صالح الفرحان معك لكم شرب. صالح سام، الله يجعلك اسم على مسمى ان شاء الله. يا هلا والله، امين يا رب. الف مبروك يا صالح اكتمال هالوقف. الله يبارك فيك ابو فزاع ويرفع قدرك انت وبشوق ودكتورنا الغالي وعلاوي يا حبيب قلبنا. طيب صالح انت صاحب الكلمه الاولى اليوم. طيب أيه؟ بنبدأ معاك أنت الآن. كنت السفير في لحظة الوصول. حلو. والسفير أيضا في لحظة الانطلاق. أنا أقول أول شيء الحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت والحمد لله لك بعد الرضا. هذا أول شيء أنسبه هنا القناة بداية اللي حنا عياله، من معدين، من مدير، من رئيس، من الشيخ، وأبارك لهم اليوم تكريمهم بالمناسبة هذه ما شاء الله. جميل. وأنا آسف ما تكلمت معك من قبل شوي، خليت للشباب لأن الشباب ما شاء الله مشاعرهم، واليوم أقول لك إياه من النهاية الشباب أحسهم كلهم اليوم كأنهم ليلة زواجهم. جميل جدا. إلا عدا اللي بيستغل إنه فيه زوجة ثانية. لا ما الوقف الثاني. أنا هذا أطلع منه. ترى في ثلاثة معرسين هنا ما له داعي ما ينامون بالليل.
وإن شاء الله يصبحك بالخير. الله يصبحك بالنور. وأجمل تشريف وأجمل وسام تضع على صدرك بأن يكتمل الوقف في سفارتك وأن يبدأ الوقف الآخر في سفارتك أيضا. يا رب ألف مبروك نجاحك أنت، وهذا فخر لك يا صالح وجائزة قبل نهاية البرنامج. الله يبارك وتستاهل فيك وتستاهل، وكانت للشخص المناسب في الوقت المناسب. يا بعد راسي يا العينين أنت، والله يرفع قدرك. أنا أجي من بعدكم ومن بعد عيال، والله تكميل لولا عيال ولولا أنتم بعد الله أنا ما صرت شيء. شكرا لك يا صالح يا الله يرفع قدركم، وألف شكر على هالحضور وعلى هالتميز، وإن شاء الله بركتكم موجودة معنا في هالوقف الثاني. نبي نقول كلمة ثانية. سم تسلم. لا أنسى دعمي اللي هم أهلي وإخواني، أنا ما أسميهم جمهور، هم اللي وصلون لهالمنصب وخلونا يجين هالثنة والمادح. كل إنسان يدور هالشيء هذا، لا وبشيء الخير بعد. وأنا أقول الله يجزاكم خير، أنتم المقدمين رفعتونا تراكم، صح دقيتونا بالبداية لكن طلعنا على ما قالوا ناس كفو. لا صالح، إحنا ما نرفع حظ أحد ولا نطيح حظ أحد. يا ليت هالكلمة هذه دقيتونا دقيتونا بالزين. إيه؟ جماعة الخير، أهل التصاميم، وأيضا حتى المقطع الكلمتين اللي قالها قبل شوي صالح تنقص. ليش؟ عشان تنفع في كل برامج الواقع. انه دقيتونا واستفدنا في الاخير، استفدنا. يعني وقال سعد الكلتم ايضا هالكلام، وقال معاذ عبد الرحمن هذا الكلام. جميل ابدا ترى، بس الشاب كلهم مقتنعين. يعطيك العافيه صالح. انا اقول اوله نبي الثاني تكفون قبل هال 17 يوم باذن الله. الله يجزاك خير. علي بتعلق تعليق بسيط على السريع، انه على صالح وتواجده وحضوره شكرا، على المجموعه العموم النخبه اللي جونا، في بعض الشباب ايضا ما جونا تمنيت انه جو معهم. نخبة جميلة جدا، نخبة أنا أعتبرها في البرنامج جميلة رائعة مبدعة متألقة متواجدة حاضرة، يعني مهما مدحت فيهم متواجدين في جميع النطاقات. النخبة هذه متواجدين في النقطة الحيادية عن كل متسابق، لا يميل لمتسابق آخر، لا ينحاز متسابق آخر، لا يتواجد إلا بحضور متسابق آخر، بالعكس تواجدهم كل واحد في حضور يعني وتواجد جماله. أبي أسألك عن المنظم الأسبوع سرور روقي. المنظم سرور، إيش رأيك؟ سرور ما يحتاج يعني منظم، تحس انك كذا يعني بخور دنعود بشت ما شيء رائع، شيء شيء يعني شيء جميل جدا. هذا اول شيء، وسرور يستاهل منظم هالاسبوع، واتوقع انه اخر تنظيم في البرنامج. ما ادري يمكن في تنظيم الاسبوع الجاي، ما عندي خبر. ممكن من اخر التنظيمات في البرنامج على العموم، اذا ما كان الاخير فهو قبل الاخير، انه ما بقي له قرابه 17 يوم او اقل. الف مبروك لسرور، يستاهل، ونعمل اختيار وموفق بإذن الله في هذا الأسبوع. ونحتاج نحتاج 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 أن يكون للمنظم وشخصية المنظم بصمة فيه سرور. الدكتور علق على تنظيم سرور، وخلنا نشوف تقرير للمنظم سرور روقي ونرجع لكم. صراحة شعوري شعور جميل، أتوقع ماني جديد على هذا الموضوع، أقصد كشعور لأن سبقوني المتسابقين، لكن صحيح أن الشعور تأخر، ولو أني كنت أبغاها فترة يعني أحسن من هالوقت. طبعا بالنسبة للأشياء الجديدة أبدا ما في قصور على المتسابقين اللي قبل، كلنا نقدم اللي يتناسب معه وكفوا ووفوا. أما بما يخصني أنا قبل شوي ما حبيت أني أنا أوعد وسوي اجتماعات، لأني أبغى بإذن الله أن الفعل يسبق القول إن شاء الله. بالنسبة للسبب اختيار سعد، أتوقع أنك تكلمنا في هذا الموضوع، لكن بما يخص أني أنا ليش اخترت سعد، ممكن الشكل العام انه رد للجميل او رد للشيء اللي اعطاني اياه قبل، لكن هو ما هذا جزء من 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 سبب الاختيار، لكن الاختيار الاساسي والاول انه انا كنت محتاج واحد يكون داعم حقيقي، فانا شفت ان سعد هو الشخص المناسب انه يكون منظم لي في هذا الاسبوع. حياكم الله جميعا، ومنتظرين ابداعك يا سرور وتالقك، وتوقع يا سرور بعد الليله النجديه ارتفع سقف التطلعات عندنا، ونبغى اشياء بهالجمال واكثر. علي، ما اخذ تعليقك على ديوان فيصل بن قربه. فيصل بن قربه، ديوان فيصل بن قربه فيه كلمات عجبتني الفيصل في ديوان، يقول لك: وصارت ساعتي وحده ولا جيتي، وانا خايف من الوحده، من صوتي وانا ابكي، ومن شده سواد الليل، من ذبلان هالورده داخل زاويه بيتي ولا جيتي. فيصل مبدع متألق جميل رائع، شاعر فذ، يعني في هالديوان، والديوان صراحة في هالوقت نفع فيصل وفي تواجده وفي حضوره. كنت أتمنى الديوان من فترة طويلة، يعني أشو أنك دشنت في هالبرنامج قبل خروجك، قبل أن تطلع من البرنامج. شكرا فيصل، الديوان جدا جميل، طلعت على بعض الكتابات في تويتر ومن هالأشياء وبعض
الإهداءات. جميل جدا، رائع. فيصل في هالديوان أبدعت أبدعت أبدعت. جميل أبو فزاع، سم أعجبت كلمة صالح قبل شوي جدا اللي قالها، كان في كلمة مشابهة لسعد الكلثم، وكان في كلمة مشابهة لمعاذ ووليد الشمري أيضا، وأتوقع الكلمة نسمعها كثير. وش تعليقك؟ تعليقنا إنصافا، بعض الناس يقولون أنتم تقارنون بين زد رصيدك وبين حياتك من هالكلام، إحنا قلنا برامج مختلفة كهوية لكنها كلها برامج واقع. النسخة أو أكثر نسخة من البرامج يعترفون المتسابقين بفائدة هالفقرة هي أو هم متسابقين حياتك، هم المتسابقين الأكثر اعتراف بفضل هالفقرة والأكثر اعتراف بأنها فادتهم، لأن فتح السقف تماما، فتح السقف، يعني خذوا راحتكم يا شباب في النقد لأجل المصلحة العامة. وكم واحد منا حوسب على كلمة غلط تحت الهواء فوق الهواء، وكم واحد منا اعتذر على كلمة خرجت خطأ واعتذر منها. لكن رأينا المنتج الأخير منتج جميل، رأينا الشباب ما شاء الله تبارك الله، يعني فيصل بن قربة أنا هنيه على تدشينه الديوان ويستاهل كل خير، وإلى الأمام. صالح الفرحان مو بصالح اللي دخل بداية البرنامج، صحيح. سعد الكلثم مو سعد الكلثم اللي دخل بداية البرنامج، سرور يعني عاد سرور حالة استثنائية، كنا نتوقع هالشيء منه، نزل مستواه أو أنه خبى أو أنه تكتيك، لكن الآن ظهر، هو هذا السرور اللي نبغاه. الليلة النجدية رحمة الله سبحانه وتعالى، مشروع اللي سواه وكلمات اللي سواها ظهرت، منصور شخصية جميلة، عبد الله نجيبان شخصية جميلة، طبعا زادها النقد جمالا، زادها، لأن النقد صار النقد الهادف اللي نية صافية، أنا ما أنقدك لأجل أسقطك، أنا أنقدك لأجل تظهر، لأجل تطلع، لأجل تبرز. طيب أنا أقدر أسقطك، أقدر أطيح حظك يعني. إذا أنا سمعت لك بنيتي إني ما هي بطيبة ممكنك تسقطني، لكن إذا أنا أعرف إن هاني نيته وهاني ما هدف وجود ما هدف وجوده لا إلا نفعي. أبو فزع انسى هاني. طيب ما في أحد منا يملك قلوب الجمهور ويملك تويتر ويملك الناس دولة ويقول لهم أنتوا حبوا ذا. عيد السؤال عزيزي هاني، عيد السؤال عشان عندك الإجابة. هل أنا أملك إني أنهي مستقبلك ولا أطيح حظك ولا أنزل مستواك ولا لا. في النهاية أنت المسؤول عن مستواك. أحمد سعود ما جاني خبر التبرع ب 450,000، وهذه شهادة حق إلا بعد كلمة قالها على المسرح وقاعد يدعي أول دعا للأمة ودعا للمسلمين ودعا أن هالوقف يكتمل تقريبا بالضبط قبل 6 أيام أو 5 أيام على المسرح بسبب كلمة قالها. هو أصلا ملك قلوب الناس، لكن كلمة هذه اللي قالها حركت هالفاعل الخير وتحرك بسبب كلمة. جميل جدا. فما دكتور أول شيء بسألك عن السؤالين، عندنا 3 نقاط معليش دكتور، أبيك ترجع تتعلق على ديوان فيصل القلبة في النهاية، بس في البداية بسألك عن الفكرة اللي قالها صالح الفرحان، وفكرة هل فعلا الناقد سيسقطك، يعني سيترك الناس كلها تكرهك أو يحبونك أم ماذا؟ هو الآن الناقد ممكن يسقطك إذا ردت فعلك تجاه نقده كانت سلبية، يعني إذا الموضوع يعتمد عليك. نعم، يعني خليني أقول لك مثال، مثل سعد الكلثم مثلا كمثال حي واقع يمكن كثير مشاهدين وأنا يعني وقعت عليه. سعد تم انتقاده في بداية البرنامج بشكل قوي حقيقة، تتذكر أنت كيف كان انتقاده بشكل قوي من بعض الإخوة. تأثر سعد، ما أخفيك تأثر سعد في عدة أيام بعد النقد، تأثر سلبي، لكن ما لبث سعد أنه بدأ يتصاعد تدريجيا حتى الآن صار من النخبة، من نخبة الشباب في البرنامج. صحيح. هذا الانتقاد والكلمة اللي قالها اليوم صالح الفرحان أنكم يعني يمدح وبعدين قال صح أنكم دقيتوني في البداية والحين طلعت، فعلا دقينا ويمكن مستواه عادي. أقل أو عادي أو أقل من العادي. الآن صالح في برز، يعني برزت مواهبه وإمكاناته. انتقاد النقاد في أي برنامج، والله لا أنا ولا أنتم يمكن تعرفون المتسابقين قبل البرنامج ولا بيننا وبينهم أي لا صلة رحم ولا من مصلحتنا أنهم يسقطون. إحنا من مصلحتنا ينجحون وينجح برنامجنا كلنا. من مصلحتي أن أنقدك وتكون سيء بالنسبة لي أنا كقناة. نجاح المتسابقين هو نجاح للبرنامج، نجاح للفقرة هذه أيضا، نجاح لوجودنا في البرنامج. بعد فترة من الزمن نفتخر بوجودنا نحن في مثل هذا البرنامج، لأن البرنامج كان مميز، كما نفتخرنا في ظهوركم في برامج متعدده زد رصيدك 3 وغيره، من كل واحد كان بارز في برنامجه. اعتقد البرنامج قوه البرنامج كل واحد منكم يفتخر في هذاك الموسم اللي ظهر فيه، فلو كان البرنامج ضعيف لربما ما افتخر فيه. الله لو في زد رصيدك 2 كانوا فاتحين لنا الشاشات، في زد رصيدك 2 كانوا ينتقدونا ويسمع الجمهور بس، يعني ما نسمع،
ما نعرف ما ندري عن شيء. لو قال فواز أسوأ شخص هذا اليوم ما ندري. عشان كذا بعض الناس يقولون أنت فواز كنت هادي وتنتقد الناس. دائم الإنسان إذا وقع في خطأ ما يحب الشخص اللي يحبه يقع في نفس الخطأ. فعلا أنا كنت في برنامج زد رصيدك اثنين ماني الشخص الشخصية اللي الآن، لكن كم كنت أتمنى أسمع النقد. سمعت بعد البرنامج وتغيرت أو أحاول أتغير. أي شخص يظهر بالإعلام لابد أن يكون محصن من الانتقاد، وأيضا محصن حتى من الانتقاد السلبي، لأنك أنت سمحت بما أنك ظهرت على شاشة التلفزيون وذهبت الإعلام برجليك، فلا بد أن يكون عندك المناعة أو تقوي هذه المناعة، مناعة الانتقاد سواء من الجمهور سواء من الناقدين. لا بد أن تقوي فيك هذه الميزة، لأنك لو كنت ضعيف مع أول ضربة ولا أول انتقاد نزلت في مستواك لربما خسرت خلينا نقول السباق كامل. جميل. وفي النهاية الجمهور لهم عقولهم ويملكون كامل التصرف بحساباتهم الشخصية وبتفاعلهم، ويشاهدون الشاشة كاملة والصورة كاملة، ما يشاهدون كلام هاني أو كلام فلان فقط. صحيح صحيح. هم يشاهدون برنامج مدة الآن في السبعينات 73 بكافة تفاصيله. فإذا انتقد الجمهور أو انتقد ناقد هو يمثل وجهة نظره. دكتور بعطيك تعلق على ديوان فيصل بن قربة. نعم. ولأن فيصل مو موجود اليوم فلجمال هالديوان بناخذ فيصل معنا باتصال. جميل. فيصل طبعا أشدنا فيه سابقا على موهبته اللي هي يمثلها موهبة الشعر. ذكر أخوي علي أنه تأخر كثير في إصدار هذا الألبوم أو هذا الديوان. أنا أعتقد أنه طيب. لم يتأخر. دكتور تسمح لي بس فيصل صار جاهز معنا بناخذه باتصال وتكلم معه. فيصل بن قربة الشاعر يا مرحبا. السلام عليكم. صبحك الله بالخير ابو شوق. سلام وصبحك الله بالنور ومرحبا يا فيصل. صبح عليك على الاستاذ اللي معك كلهم بالخير فيصل. وهنيك وعلي نفسي وهني اداره القناه باكتمال الوقت هذا. اللهم لك الحمد. جميعا فيصل احنا امس ناقشنا معك الديوان، ابغى اترك النقاش للدكتور فهد. الدكتور معك يا فيصل. طيب تسمح لي بس انا بحاجه قبل ابى اعطيك اياها ولا قبل؟ هات اللي تبي. سم أنا طال عمرك أنا اتصالي للأمانة كنت حريص جدا على تكملة الشطر، حتى لو كنت ما هو موجود حرصت أني أتصل وأكمل الشطر. جميل. عشان موضوع هذه الفرصة اللي أعطتني إياها لي وللجمهور جميعا. جميل. وهذا دليل أنك يا فيصل يعني شاعر وحريص جدا. سم يا فيصل. أقول أكشى من شعور الألم غدر إنسان معي يا أبو شوف. أكشى من شعور الألم غدر إنسان. غدر إنسان ولا موجود على الكون مثله. سلام. معي بداية ورد ذابت من الزمان على الذي ضحيت بالناس لجله. صح لسانك صح لسانك. أول طال عمرك أجمع شطرك اللي أعطتها مقطع الشطر وبيت شطر ياسر وكلمة فيصل. بيني وبين فيصل تحدي أني كل يوم أعطيه شطر ويكمله، فهذا فيصل ما زال مواصل التحدي حتى وإنك خارج البرنامج. واصل يا دكتور معك فيصل وصح لسانك يا فيصل. عاجبني كثير والله فيصل مثل ما ذكرت لك دائما مبدع يا فيصل. الله يرفع قدرك طول عمرك. فيصل موهبتك موهبه كبيره واتفق الشباب، وانا طبعا البرنامج ما هو برنامج شاعر المليون لنقيم الشعر، لكن اقيم موهبتك واقيم قدرتك على تقديم هذه الموهبه. ذكر اخوي علي قبل قليل انك تاخرت كثير في اصدار هذا الديوان، وانا اقول ابدا لم تتاخر، انت اخترت الوقت المناسب. اعتقد هذا الديوان لو صدر في غير حضورك وتواجدك في برنامج حياتك لربما لم يلاقي نفس الأصداء اللي يعني سيلاقيها الآن. الآن وجد فرصة تسويق مجانية لك يا فيصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الكتاب وأن يوصل إلى من تحب ويوصل إلى أعلى الأرقام أرقام التوزيع بإذن الله، لأنك تستحق يا فيصل. تستاهل يا فيصل. فيصل معكم فزاع. فيصل صباح الخير. صباحك الله بالنور أبو فزاع. تسمعني كويس؟ أسمعك فيصل. تسمعني تمام؟ حلو تمام. اسمع أغلف لك اعتذاري بكل الحب والمودة، وإن كنت أسأت وإن كنت أسأت فهمي فيصل فيصل وإن كنت أسأت فهمي أنا أقدم لك الاعتذار، وإن كنت ما أسأت فهمي أيضا أقدم لك الاعتذار. ولا يمكن لا يمكن أنا أخوك سبع سنوات موجود هنا في القناة ما أحب والله أي إنسان يزعل مني، ولكن أحيانا المصلحة تخليني أتكلم بما في صدري لأجلك. اكرر لك اعتذاري ومحبتي يا حبيبي. سام يا فيصل. اخوي الكبير ما في زعل ابدا، بس كان عتب بسيط يمكن كان حار عتبي بس فقط ولا ما زعل ابدا. فيصل
ألف 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 مبروك هالتدشين الجميل. والكتاب موجود في بوكس كوم، أبعطيك مهلة يا علي، بس بسأل فيصل. نعم. فيصل الكتاب موجود وين؟ في بوكس كوم، وإن شاء الله قريباً ننزل المكاتب بإذن الله. جميل. طيب فيصل بسألك سؤال خارج نقاش، خارج نقاشنا على الكتاب وعلى البيت، تسمح لي؟ معك معك حبيبي. اليوم في المطبخ يا فيصل، إيه؟ رحت تقرأ من الهاشتاج صح ولا لا؟ الأمانة صحيح. أبغى أخذ تعليقك يا فيصل. صحيح صحيح، قرأت الهاشتاج يعني ولا أدري عقوبتها، لكن يعني تحمست أقرأ تغريدة جرة لتغريدة ثانية. طيب على حال الموضوع أتوقع عند أبو كاتم، وإن شاء الله يكون خير، وإن شاء الله بركة الوقف تنسي أبو كاتم كل شيء. لكن فيصل يعطيك العافية وألف ألف شكر. بس معك فيصل علي الغامدي، وبنختم وبهديك مقطع حلو يا فيصل تابع لنا. أول شيء ألف مبروك النجاح يا فيصل. أهلا يا علي، الله يحييك. الله يبارك فيك. بس عندي طلب يا أستاذ فيصل. أمر طال عمرك. أنا من معجبينك وأحتاج نسخة من الكتاب، كيف أحصل عليها؟ والله يا طول عمر إني نسخة كتابك موجودة. جعلك تسلم، بس اكتب لي الخط زين الله يحييك. ناوي والله اني بحاجة كتب للجميع اعضاء بروفايلك، لكن انا تواجد هاني وياسر وقدمت لهم، لكن ان شاء الله باذن الله غدا نسخة موجودة معك باذن الله. فيصل حبيبي اخوانك فيصل حبيبي احنا اخوانك خارج برنامج شركاء نجاحك، في اي دعم تبغاه بتويتر بانستغرام سناب شات في كل وسائل التواصل الاجتماعي، صفحتنا كلها تحت امرك لنشر مثل الديوان الجميل للمتسابق فيصل من قرب الجميل. ولا دق على نفسك الله يعطيك العافيه عشان نعرف بس. لا جميل. فيصل بن قربة المتسابق والشاعر، الف شكر لك على المداخله، والف شكر لك على مواصله التحدي، ومواصل معاك التحدي انا، ولك هديه مني مقطع تابعه الان يا فيصل، وبعطيك البيتين نهايه البرنامج نهايه الفقره. شكرا لك يا فيصل. نشوف مقطع الفيصل بن قربة ونرجع لكم. Decir por favor, ¿cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé. De esas que me dieron cuando trabajé. Pero ¿cuántos días en total más o menos? Más o menos. De 45 años has podido trabajar un año. 7 años. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, "Hago yo." Ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque se estaba la paellera agarrada entre metida entre las piedras de chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vende paellera. ¡Asómate! ¡Mira el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Había subido la marea! Eso, hay que hacer más que hacer para ahora con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella! واحد الله لا يوفقك يعني علم انك تري فاصل عشان اذا نحش فيه كل لا علي انا ابغى كل شيء على الهواء لا مو على الله لا يوفق العدو يعني في كلام من اخوك يعني نبغى نمدح بس مدح يعني الله يوفقك هاني فصل قربه وقع زين الله يعطيك العافيه الديوان ايش رايك ابو فزاع خلاص هذا جلد جلد كوميدي ذا انت هاني شوف ما في حل يعني تجلد طعمك كذا تجلد طعمك بطريقه محترمه لا هذا جلد المؤدب اسمه لا هذا شيء انا عجبني الاسلوب اللي اتخذه تمغيط تحت الدولاب تحت الدولاب كذا يجي ابو علي الرجل فاهم كيف يقيس الهاشتاج بس الله يستر مكاتب هذا فيصل المفروض يكون كذا فيصل كان بعيد عن المشهد بعيد يعني حتى يوم الحين ينقم على الاعلام فما هو فاهم الموضوع الإعلام رسالة، الإعلام هدف، الإعلام أنك تندمج بعد مع الزملاء، لا تكون حساس، الإعلام ما أنت جالس في بيتكم، شخصيات وكاميرات وبث طويل وإعداد، فلازم تندمج لأجل بيكون لك جمهور دائرة تأثير، لازم تدخل فيها وتأثر وتصير قائد. وبدأ يدخل في الجو ما شاء الله عليه فيصل.
جميل جدا. دكتور المقطع كان في فيصل بن قربة مثل ما شاهدت يشاهد الهاشتاج اليوم طريقة، طبعا الشباب في الإعداد والمونتاج يشكرون على هالمونتاج الجميل، عرضوا الفكرة بطريقة لطيفة. ما زال البحث عن أصداء الجمهور شاغل الشباب وهم في البرنامج. هذا الطبيعي، يعني هم يقدمون عمل، فمن طبيعي يعني طبيعة الإنسان يبحث عن ردة فعل هذا العمل. الإنسان بطبيعته يبحث عن الإطراء، وهذه في أحد الدراسات اليابانية عملوا دراسة على مجموعة من الناس، جزء من الأشخاص أعطوهم فلوس مبالغ مالية والجزء الآخر جلسوا يمدحون فيهم، فوجدوا في النهاية أن التأثير على مراكز الدماغ واحدة، يعني الإطراء كأنك تعطي الرجال فلوس. وهذه أظن حتى قالوها يعني كبار السن عندنا، أنك تمدح الرجال ولا أو كلمة قابلني ولا تغديني، قابلني ولا تعشيني أو من هذا القبيل. فهذا الكلام أنه يبحثون عن الإطراء، يبحثون الكلمة الجميلة، وإحنا طبعا لابد حقيقة من الإطراء، والإطراء أحد علامات المهارات. الله يحب التأثير. المدح، الله يحب المدح. أنت تمدح الرجل ترى تكسبه. صحيح. حتى ثقافة النصيحة اللي ثقافة أو نظرية الهمبرجر، أنك تبدأ بالخبز بدل اللحمة تختم بالخبز، الخبز مقصود فيه المدح والثناء، بدل تدخل على العمق يعني بالضبط، أو الانتقاد، يعني تبدأ بمدح ومن ثم تبدأ بانتقاد ومن ثم تختم بمدح هذا الشخص، حتى لا بلسم. لا يعني يعتبر نقدك هذا شخصي تجاه هذا الشخص، فلا بد أن يعني خلينا نقول طري الانتقاد. عجبتني الرؤية، رؤية برجر. ما في رؤية أنت متأثر. طيب ما في رؤية نظرية جوعان يمكن. طيب شيخ حاشي شيء من واضح الجوع مسيطر على الموقف. معاذ حياك الله يا معاذ. الله يحييك ويبقيك معاذ. يا مرحبا ومسهلا، جيت في الوقت الأخير لكن المايك معك. مساكم الله بالخير، مسيت بالنور ويا مرحبا. مروكم طيبين، حياك الله. أولا أحب أشكر اللي أهداني الدرع هذا وتبرع ببنيتي. بيض الله وجهك وبيض الله وجهك يا ابو فزاع. اجك ابيض يا حبيبي. الخبر الطيب هذا صراحه انكم اسعدتوني سعاده لا يعلمها غير رب العالمين. تستاهل. بيض الله وجهك. تستاهل يا معاذ. واشكر اللي تبرع بنيتي. تستاهل يا معاذ، والف الف مبروك هالتبرع، الله يكتب لك اجره ويكتب للي تبرع هالاجر. امين امين ان شاء الله. بتضيف شيء ثاني معاذ؟ سلامتكم. شاكر ومقدر لك يا حبيبي. صباح حياتك. طيب صباح حياتك ابو فزاع، برجع لك اليوم من اجمل الايام تاريخيا. وأنا من عشاق التاريخ. يس. اليوم بديت الدولة السعودية. بدينا من الدولة، بشرح لك الآن. في تحدي أنا أطلق على الجمهور وللجميع وأنتم يا نقاد. إحنا الآن في صباح حياتك 73 يوم، أتحدى في يوم زي اليوم اللي قبله. تحدي. جميل. لا من ناحية الضيوف، لا من ناحية الإعداد، لا من ناحية المواضيع، لا من ناحية الفقرات. وأتمنى وأنا قد هالتحدي. ليه؟ لأن معي فريق عمل شغال الصبح، ومعي زملائي الموجودين في التقديم قاعدين يشتغلون شغل جبار، وثلاث ساعات هواء يهاني بدون فاصل بدون أي شيء، الشباب موجودين وطرح جدا راقي بدون أخطاء. تخيل بدون أخطاء. احنا بدينا بالدولة السعودية الأولى، طرح جميل جدا، طرح يتناسب مع المرحلة، ما هو طرح بشرح ربط الأسماء ببعض، ربط السلالات، يعني حتى الملك عبد العزيز وهالسلالة هي خارجة من سلالة الإمام محمد بن سعود الأول في الدولة السعودية الأولى. جميل. لو تجي المشجرات الشباب تكلموا بشكل جميل جدا. اليوم ختمنا بالملك عبد العزيز وراح نختم بالملك سلمان مع نهاية البرنامج. جميل جميل. وضيوف متنوعين وضيوف. تكلمت اليوم أيضا عن ثقافة الادخار. تخيل تاريخ وادخار. جميل. وطرح أكاديمي وطرح على دراسات وطرح على تجربة. فتمنى جميل. من الجميع أن يتابع ويشاهد الطرح الجميل يطرح في صباح حياتك. في متسابقين جالسين يحضرون معكم. أكيد. اليوم مجانا عبد المجيد البندر، أوجه له ألف ألف تحية. طيب دكتور، في بعض الباقي معنا دقيقة، في متسابقين حريصين في النهار وفي المساء ما شاء الله. نعم. حرصهم على الظهور طبعا، هذه من أهم الميزات في المتسابقين، من يحاول أن يظهر في جميع الأوقات أو يختار الأوقات المناسبة للظهور. جميل. ويظهر بأجمل ما لديه. تكلمنا عن هذا الأمر. شكرا يا علي. آخر كلمة سم. رسالة للجمهور، انتقي كلماتك في انتقاد المتسابق، لا تصل للتجريح في أهله وفي نفسه وفي ماله وفي أقاربه. جميل. الانتقاد فقط للعمل ليس للشخص. شكرا للدكتور فهد المنصور، وشكرا لعلي الغامدي، وشكرا لك يا أبو فزاع. شكرا. والمقطع اللي قبل شوي عرض هو ليس من الجمهور، هو من عندنا، وشكرا لمحمد فرج في قسم المونتاج عندنا، أبدع في هالمقطع. وشكرا لجميع الطاقم اللي معه، وشكرا الله. أيضا لعبيد المشحن المنشد المتألق على سعة صدره وعلى تقبله. شكرا اللي حصل، وشكرا للجميع. شكرا راعي المليون اللي فرحنا. شكرا راعي المليون، يعطيكم العافية. شكرا سائق البشاعة.